السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناتي. نتمنى هذا الفيديو يدخل لكم بالصحة والسلامة وباش متمنيتو. اليوم إن شاء الله غنشاركو معكم طريقة تحضير لاجينواز، كتجي زوينة بزاف وخفيفة وفي المتناول، ناجحة 100%. راجلي إن شاء الله هو اللي غادي يصايبها، كنتمنى تجربوها وإن شاء الله غادي تنجح معكم. كل ما هو مطلوب منكم أصدقائي هو الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل ميزة الجرس وترك تعليق محفز ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا. دابا نشوفو المقادير مع طريقة التحضير. عندنا 4 البيضات وكأس مملوء مزيان يعني مدكوك، دقيق أبيض ومعلقة نشا، كأس سكر سنيدة نقص منه جوج صبعان، وخمسة غرام خميرة كيماوية، وفانيا وحدة، بسم الله. دابا غادي نبداو. راجلي هنايا ضاف حمام مريم، سخن الماء مزيان ومن بعد وضعو في واحد البانيو وضع فوق منه البيض باش يطلع زوين. الا درتيه في حمام مريم البيض كيطلع. وغادي نبداو نخلطو في هذا البيض، نطربو فيه مزيان، نبداو نطلعو في البيض بهذه الطريقه. قوم معايا باش تشوفوا جميع المراحل خطوه بخطوه. ملي كيبدا يطلع البيض غير نص طلعه، كيبدا يطلع غير شويه، كنضيفوا سكر سنيده كامل في مره، وكنضيفوا عليه شاصي فاني، ومن بعد كنبداو نخلطوا. هو بدا كيخلط، دابا غادي يخلطوه مزيان. دابا خاص البيض يطلع، دابا غادي يبدا يطلع في البيض، يطلع مزيان. كل ما طلع لك البيض كل ما كتجيك جينواز زوينه. كيف ما كتشوفوا البيض بدا كيطلع، يعني اللون ديالو تغير، ولا اللون ديالو يعني قريب الابيض، كان في الاول اصفر غامق، دابا ولا تقريبا نقول اصفر فاتح. شفتوا كيف ولا؟ دابا غادي نحيدوه من حمام مريم ويطلع البيض دابا بلا حمام مريم. وغادي يستمر بهذه الطريقه حتى يطلع البيض. كما كتشوفوا راه تقريبا طلع، راه طلع صافي. غادي يبقى يضرب فيه حتى يطلع مزيان. بقاو معايا باش تشوفوا جميع المراحل. بعد ما طلع البيض دابا غادي نغربلو الخميره 5 غرام، وغنضيفو النشا. نخليو المواد الجافه هي الاخرى، دائما المواد الجافه هي الاخرى. وغنقسمو الدقيق اللي عندنا، ما نضيفوش شي مره، بالتدريج قسميه على 3 مرات تقريبا، 3 مرات. وغنغربلوه ونبداو نخلطو غير بالمهل، غير بشويه من الاسفل للاعلى باش ما يهبطش البيض. الا بركتي كتحركي بالزربه ولا شي حاجه كدوري دائري راه كيهبط لك البيض، وشي ما درتيه كيضيع لك داكشي. المهم خاصك من الاسفل للاعلى بهذه الطريقه كما كتشوف. صراحه راجلي كتنجح مع جينواز دائما، كيديرها كيديرها زوينه بزاف، هو اللي علمها ليا صراحه. وغادي يستمر بهذه الطريقه حتى يكمل الدقيق كامل اللي باقي عنده غير بالمهل باش ما يهبطش البيض، غير بشوية من الأسفل الأعلى. وغادي يبقى يغربل الدقيق اللي باقي ليه
ويخلط حتى يكملوا كامل. كتجي زوينه صراحه، غير جربوها، ما تخسروا والو، ما غاديش ندموا، غير جربوها، كتجي زوينه بزاف واقتصاديه. كتجي رطبه، كتذوب في الفم صراحه، كتجي زوينه، كنتمنى تجربوها، وان شاء الله غادي تنجح معاكم وغادي تعجبكم وغتشكروني ان شاء الله عليها. كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي حصلنا عليه، ودابا غادي نوضع الخليط ديالي في المول ونديرها في الفران على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة. ونثقبها بمعلقة ولا بشي موس، نثقبها بهذا الشكل ونخبطها باش تقاد، نهزها ونخبطها باش تقاد باش ما تبقاش مايلة ولا شي حاجة، باش تجيني لا جينواز تجيك مقادة. هذا هو الشكل النهائي ديال لا جينواز بعد ما جبدناها من الفرن. كتجي زوينة بزاف وخفيفة ورائعة، كتجي سهلة وفي المتناول اقتصادية. كنتمنى تجربوها ويكون هذا الفيديو خفيف على قلوبكم وينال اعجابكم، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم والضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل ميزة الجرس، وتخليوا لي شي تعليق يكون زوين 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 باش تشجعوني وتدعموني باش يوصلكم دائما الجديد. جزاكم الله خيرا.